إذن بالنسبة لمملكة ليون وقشالة، ألفونسو السادس تبنى سياسة توسعية نحو الأندلس، توسعية مبنية على يعني الهدف هو احتلال الأندلس في النهاية، ولكن واحد استراتيجية. ولكن أولا تحالف مع الكنيسة باش قوى يعني العرش القشالي. وهكذا مثلا كان وجدوا بعض الرهبان من فرنسا يشاركون في المعارك التي قادها ضد الأندلسيين من كلوني، من منطقة كلوني الفرنسيين هو بورغون. ثانيا المجتمع القشالي كان مجتمعا عسكريا، إذن هو نظم عدة مراحل للسلاء على الأندلس. أولا تخريب المحاصيل الفلاحية، يعني كيمشي واحد الجيش صغير ويقوم بتخريب المحاصيل الفلاحية، ثم ينظم حصارا على المدن، المدن الكبرى كما يكون غرناطة بالخصوص ثم إشبيلية فيما بعد. يطلب منهم الجيزية، الجيزية يعني ماشي المسيحيين المسلمين، المسلمين لألفونسو السادس. مثلا عندنا معلومات دقيقة في مذكرات عبد الله بن ولقين، هذا مصدر فريد، ملك لدولة غرناطة الطائفية أرخى لدولته، ما كان شي مصدر آخر في ذلك الفترة يعني في حاله. قال بأنه طلب مني مبعوث ألفونسو 50,000 مثقال بعد يعني مرور فترة شهور على الحصار، فقال له لا هذا كثير عليا، نعطيك هادشي هذا بزاف. المهم بعد يعني لأنه طلب منه في الأول 10,000 مثقال، ولكن لما رفض عبد الله ونظم الحصار طلب له 50,000، من 10,000 إلى 50,000. قال له طيب أنا سنخفض لك 30,000 وقبل، وبقى كل سنة كيخلص له 30,000، لأنه تحالف مع إشبيلية ضد غرناطة، وقال المبعوث ديال إشبيلية أنت خذ واحد الحصن في غرناطة وأنا نخذ الجيزية. فبقات كاين استنزاف، لما ينتهي من غرناطة يذهب ويقوم بنفس العملية كل سنة، إذا وقع واحد الاستنزاف اقتصادي. والهدف من ذلك الاستنزاف باختصار هو الاستيلاء، لأن في مرحلة معينة بعث رسالة إلى المعتمد بن عباد، وما أدرك المعتمد بن عباد، وقال له أنا سأقبل أن أعينك عميلا على إشبيلية إن استلمت. المعتمد بالشعر دياله قال له أنا سأتصل بيوسف، أتحالف مع يوسف ابن تشفين، ولكن المعتمد ما كانش النية دياله هي هذيك، كان غير يعني كان قلوا إحنا كيد عليه. المهم في نهاية المطاف يعني أدت الوضعية إلى معركة زلاقة انتصر فيها المسلمون، التحالف الأندلسي وهذيك. فيعني تأخرت العملية بأربعة قرون. إذن الدولة قشالة وليون، مملكة ليون وقشالة كانت قوية، استمر الاسترداد تدريجيا. في القرن 13 الميلادي تم بسهولة نظرا للمشاكل للموحدين الاستيلاء على قرطبة عاصمة الدولة الأموية في الأندلس بسهولة. يعني كتبت مقال في ندوة باللغة الإسبانية احتلال أو سقوط قرطبة من خلال المصادر الأندلسية، لم أجد مصادر أندلسية يعني كافية للتاريخ للاحتلال المسيحي لقرطبة، وكانت يعني في نهاية القرن العاشر هناك من قدر عدد سكانها بمليون ونصف، كانت من أكبر يعني المدن في العالم. يعني في الصين ألقيت واحد المحاضرة حول الأندلس، واحد الصينية سألتني بالعربية، قالت لي تسألني بالعربية في الجامعة بكين، قالت لي سمعت أن هناك مدينة اسمها قرطبة.
فقلت له انا عام هي كانت مدينه عظيمه كذا عاصمه الامويه يعني استاذ قرطبه مهم وسن الصين. ف اشبيليا سقطت بعد 12 سنه تقريبا وصلوا حتى جيان بعد ذلك يعني احتلوا أنتقرة كانت آخر يعني قلعة في قرطبة وتم الطرد. إذن هذه القضية الحروب ألفونسو السادس كانت عنده نظرة ذات بعد إيديولوجي يعني العدو هو الإسلام والهدف هو الاستيلاء على الأرض. تأخير عملية الاحتلال كانت تعود إلى قلة يعني عدد المسيحيين في الجيش يعني الريبوبلاسيون كان عنده مشكل في الاستقرار لأن كان الفتح الاحتلال وكان الاستقرار كان عنده المشكل في الاستقرار لأن العدد إذا مشات ببطء ولكن كان دائما العنصر الاقتصادي والعنصر الإيديولوجي والعنصر العسكري كيمشيوا مع بعضهم. كاين يعني إذا أردنا أن نلخص هذا العصر هو يمكن نقول أنه عصر الجيزية. عصر الجيزية يعني الضريبة لأن كاين أولا الجيزية الهدف استنزاف الاقتصادي يعني فرض جيزية على النصارى في الأندلس وهذا يعني ضد يعني الشريعة الإسلامية إذا هذا كانوا ضعاف. الجيزية من منظور القشالي شيء ومن منظور الأندلسي شيء لأن الفقهاء كيقولوا الله ماذا منكر يعني كيسميوها التعاون مع النصارى. ولكن ملوك الطوائف لم يكن لهم أي حل. لماذا؟ لأن هذا النقود لأداء الجيزية أدت إلى إثقال العامة بالضرائب وبطريقة يعني إثقال العامة بالضرائب هذا عنصر يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي في الدولة ولكن لم يكن له أي مفر من ذلك. والتعبير عن يعني الرفض من طرف العلماء المسألة الشرعية إذن يعني الجيزية كانت مفروضة بالقوة. الوسيلة الرئيسية للحصول على المال لأداء الجيزية هو إثقال العامة بالضرائب والطبقة الوسطى أيضا لأن كاين مثلا نص عبد الله بن ملقين يصور لنا المجتمع الغرناطي لما كانت غرناطة يعني هو على وشك تسليم غرناطة للمرابطين فهو في السر علاش هو بالمناسبه كتب المذكرات ديالو في اغمات في المغرب بعد يعني تسليم غرناطه للمرابطين وهو يفسر لماذا سلم. اولا هناك من قال له انت هذه البلاد المشاكل في الحكم سامح في هذا الحكم هذا فكان الجواب انا يوم واحد في الحكم احسن من 180 يوم ديالك قال له. ف هنا عجيب يعني كنعرفوا ما يعني كيف كان يفكر احد ملوك الطوائف. ف يقول ان العامه يعني اخذت موقف ضده لان المرابطين وعدوا العامه ب يعني يعني باش يمنعوا الضرائب غير الاسلاميه يعني العشر والجزيه و الضريبة الإسلامية ها؟ جزية؟ لا 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 ماشي الخراج ها؟ الزكاة الزكاة والعشر هو اللي مقبول والباقي ألفونسو السادس وكذا هما قالوا هذا محرم إذا المرابطين قالوا حنا غادي نخليكم غير هذيك الإسلامية هذيك غنزول لكم الضرائب فحذف الضرائب بطبيعة الحال هذا حافز لتأييدهم المرابطين. بالنسبة للعبيد في بلاطه قالوا لهم غنعطيكم الحرية. بالنسبة للجيش والمرابطين وعدوا الجيش بالرفع للأجر إذا حتى الجيش أصبح ضد عبد الله بن ملقين. بالنسبة وهذا مهم جدا يشير إلى التجار والصناع هنا هادو عناصر من الطبقة الوسطى
يعني يقول هادو أيد المرابطين لأن ضمن لهم الاستقرار. إذن هو كيف السر عبد الله بن ملقين كيف السر؟ إذن أصبح بوحده معلق في الحكم فاستسلم. إذن ألفونسو السادس هذا للمرابطين بعد معركة زلاقة. إذن فالجانب الشرعي مهم جدا. الفقهاء المغاربة أيدوا الاحتلال يوسف بن تشفين للأندلس على أساس أن هذا الملوك الطوائف يعني فاسدين ومتعاملين مع النصارى مع ملك ليون وقشالة. ولكن حتى العلماء الأندلسيين كان لهم نفس الموقف. فعبد الله بن لقين كيقول هو أرسل جوج العلماء بن سهل وآخر للتفاوض مع يوسف بن تشفين باش يساعده ضد ألفونسو السادس. فهو كيوسف هكذا قال واحد ربط لي يدي واحد قطع لي راسي. يعني حتى العلماء الأندلسيين تضامنوا مع يوسف بن تشفين. فيعني هذا هو التطور. وهذه القضية مهمة هذه التهمة التعامل مع النصارى وأداء الضرائب غير الإسلامية أعطت واحد الشرعية للمرابطين بالنسبة للملوك الطوائف. من ناحية يمكننا نحلو الصراع السياسي بين هذه الأطراف من خلال الألقاب. فمثلا اللي كانوا يعني كيتقنوا الألقاب هما ملوك الطوائف المعتضد بن عباد المعتمد بن عباد ملوك واحد سمى راسو في الشلب صغير دولة أفيا ملك الملوك. فإذا هذه ألقاب فارغة. ألفونسو السادس تأثر بهذه الألقاب وفي رسائله إلى المعتمد سمى نفسه بالإمبراطور ذو الملتين. يعني هو الإمبراطور ذو المسلمين وذو المسيحيين. وكان أيضا واحد عدد الألقاب باللاتينية ريكس دي توتوس إسبانيا الجغرافية. يوسف بن تشفين إذا حللنا اللقب دياله أمير المسلمين. علاش أمير المسلمين ماشي أمير المؤمنين؟ لأن أمير المؤمنين خصو يكون واحد في التصور النظري للدولة الإسلامية. فهذا هو الخليفة بغداد. فهو كان يبعث بالسفارة ويعترف به. ولكن إذن هو سمى رأسه أمير المسلمين أين؟ في المغرب والأندلس. إذن كلهم خصهم يكونوا عندهم يعني من خلال هذه الألقاب كيمكننا نحلوا هذه الصراعات. إذن مثلا ملوك الطوائف ما كانش عندهم مستقبل سياسيا. كان إما ألفونسو السادس أو يوسف بن تشفين انتصر في معركة زلاقة قرر يحتل ملوك الطوائف لأن شاف ما غيمكنهمش يستمروا بديك الطريقة. ودخلت الأندلس في واحد مرحلة جديدة ولكن لأسباب أخرى تطورت عملية الاسترداد المسيحي إلى أن أدت الأمر إلى سقوط دولة المرابطين. ما كانش علاش ندخلوا نادي الصراع مع الموحدين وسقوط بعد ذلك الموحدين. هذه ظاهرة الاسترداد هي انطلقت إذن في عصر الطوائف لأن الملامح ديالها موجودة في القرن يعني الحادي عشر الميلادي والخامس الهجري الثاني عشر الميلادي الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر إلى 1400. وهذه أخذت أشكال جديدة لأن الأوضاع تغيرت العلاقات مع المغرب تغيرت لأن الرقعة الجغرافية والتطور التاريخية تغيرت في المغرب. ولكن يعني في العمق كانت نفس الظاهرة إلى أن قلت أكثر من نص ساعة كان هذا ما غاديش نفوت 45 دقيقة باش ما يوقفنيش السيد الرئيس. سقوط يعني الأندلس ومن يعني العواقب ثورة بوشرات في غرناطة. هذه الحرب هي آخر محاولة لمقاومة الغزو القشالي للأندلس ومحاولة محو ما بقي من ملامح الثقافة الأندلسية والهوية الأندلسية مما بقي منها في أرض الأندلس.
كانت، ولكن في الحقيقة هذه الهوية الثقافية انتقلت إلى الضفة الأخرى. هذه هي النقطة. كاين واحد الفكرة أخرى، يعني أنا قلت بأن كاين البعد الثقافي كان في الصعود عندما كانت الأزمة الاقتصادية أو العسكرية أو الضعف العسكري أو الأزمة، الثقافة الأندلسية والشعور بالانتماء للهوية الثقافية الذي نراها الآن في بعض يعبرون عنها بعض الأشخاص كالدكتور عبد الرؤوف السردو انتقلت إلى المغرب بعد سقوط الكيان السياسي. والثقافة الأندلسية تطورت في المغرب. أنا مثلا في تطوان نظمت زيارة لوفد جاء يمثل وزارة السياحة المغربية منذ أكثر من 10 سنوات لما كانوا يهيئون الملف لتصنيف تطوان تراثا عالميا، فقالوا لي نحن نريد أن نتأكد بأن هناك تأثير الثقافة الأندلسية في تطوان. فقلت لهم يجب أن نطرح السؤال بشكل آخر، هل هناك شيء في تطوان لم يتأثر بالثقافة الأندلسية؟ فبعد الزيارة قالوا لي لقد فهمنا كل شيء الآن، لأن التأسيس كان أندلسي. تطوان خلافا يعني كانت يعني خربت قبل التأسيس الأندلسي ونشأت كمدينة أندلسية، لم تتحول من قرية إلى مدينة. هذه فكرة في تقديم الحاج محمد بن نونة لتاريخ داود، لأن الأندلسيين اللي جاءوا من المدن جابوا معهم حضارة وأسسوا مدينة أندلسية، وهذه موجودة في الهندسة المعمارية في تطوان. كان بدأوا مثلا السوق الحوت القديم كان الهندسة المعمارية العسكرية الغرناطية في عصر بني نصر في البرج بغارتنا، كان دخلوا واحد القوس نسخة تبقى الأصل للقاس الذي يوجد في مدخل قصر الحمراء في غرناطة. يعني المنزل التطواني من القرن السادس عشر ونماذج القرن السادس عشر نسخة تبقى الأصل للمنازل الموريسكية التي موجودة في الضفة الأخرى، مثلا في الزنقة أحفر واحد الدار يعني كيشوفوها الإسبان كي من غرناطة كيقولوا هذه ديالنا. فكاين مثلا تأثير في العقلية، مثلا يقال بأن تطوان ابن غرناطة، والمزاج التطواني شبيه أيضا بالمزاج الغرناطي، يعني كاين واحد الـ يعني أيضا الأسماء، مثلا أستاذ من جامعة غرناطة قدمت له عبد الرؤوف السردو، قال لي سيما سردو دوند استا اوستي بروفيسور دي غرناطة دوند استا مالاغا بيردون ما تأكدش. قلت له هو يشرح لك بأنه هو اسمه السردو ويشرح لك شنو العلاقة دياله بالأندلس وبالموريسكيين وكذا. فكاين السردو، كاين مدينة، كاين لوقاش، جداتي من عائلة لوقاش لوكاس، كاين أراغون، كاين البولو، كاين طرس، كاين بزاف. وماشي غير في تطوان، في تطوان، في فاس، في الرباط، في سلاف، في المغرب كامل، لأن هذا العنصر هو جاء. أنا في اعتقادي أن الهوية الأندلسية يجب أن نفهمها لأنها جزء من الهوية المغربية. والمغاربة اللي كيقولوا بأن مثلا يعني إحنا بربار واللي ماشي بربار أندلسيين خصنا نطردوهم ولا شي حاجة، ما كيعرفوش التاريخ ديال المغرب ولا ديال الأندلس ولا ديال المغرب، لأن المغرب هو بحال الأندلس خليط من الثقافات. أنا في واحد الندوة في التاريخية في قرطبة في الأوتيل أمام المسجد الأعظم أوتيل مايمونيديس كنفطروا مع 12 الأساتذة كبار، وأنا بوحدي مغربي وما عندهم فكرة غامضة على المغاربة. قالوا لي حنايا كنسألك من فضلك واش أنت عربي ولا بربري؟
وسكتوا دابا خصني نجاوب سكتوا يعني واحد الصمت يعني خصني نفك راسي بحال المعتضد بن عباد لما امر واحد الفقيه باش يكتب رساله كيبرر القتل ديالو لابنه اسماعيل يعني اما غيعطي الجواب مزيان ويعيش ولا ما غيجاوبش مزيان وغادي فقلت له انا اسم ديالي بن عبود من تطوان حنا عائله كيعتبرونا من الشرفه اذا حنا عرب قلت له ما انا الوالده ديالي من عائلات افيلال حتى هما من جبل الحبيب ولكن الاسم يمكن يكون امازيغي افيلال لان كاين عاود في الريف قلت له مجداتي من عائله لوقاش الاصل ديالها من قرطبه وكيعتبروا نفسهم من الاحفاد بني اميه الاندلس وجداتي هذه من جهه الوالد وجداتي من جهه الوالده من عائله الخطيب يعني كيقولوا جاوا من الاندلس واستقروا في المنطقه دغماره اذا مع واحد الخليط دغماره مع الريف مع كذا اذا انتم قولوا لي انا واش عربي ولا بربري ولا انا ما عارفش واش كاين شي مغربي اللي يقدر يعطي يعني الاصل ديالو القح يعني كنقولوا حنايا هذه فكره يعني متجاوزه حنا الثقافه المغربيه والقرون كدمج كل شيء وكذا ولكن عاود اذا دخلنا في الكلام العنصريه هذا كلام اخر عنده في المخ ديالو هذا بياض مزيان هذاك حال ماشي مزيان صافي اللون يعني البشره كاين واحد الكتاب كتب واحد الامريكي بلاك لايك مي كياكل شي الدواء وكيرجع كحال واحد 10 ساعات وصف مثلا التجربه ديالو كابيض مع وكاسود والخلاصه هو هذا ان هذه واحد الفكره يعني وهميه ولكنها يعني في حال اخر كيبقى كيكذب حتى كيبدا يتياقل الكذب الفكره يعني نبغي نختم بها وهي ان هذا التاريخ الاندلسي والتاريخ الموريسكي هو موجود في الهندسه المعماريه موجود في التقاليد موجود في الموسيقى الاندلسيه عندنا إذا هو جزء من الهوية الثقافية المغربية واللي جميل في الهوية الثقافية المغربية هي أنها تتكون من خليط من ثقافات متعددة مثلا حنا في تطوان عندنا واحد العنصر اللي ربما ماشي موجود في فاس وهو العنصر العثماني اللي جاء من خلال عدد كبير من الجالية الجزائرية التي استقرت في تطوان خلال القرنين 17 و18 مثلا كاين هذا موجود في الطبخ موجود في العادات موجود في العقليه موجود في الثقافه ديالنا ف يعني الان كاين واحد يعني تغير كل شيء صبحت الحدود ما بين المغرب والجزائر انا كنت في شتوتغارت في واحد الندوه وواحد الألمانية قدمت الثقافه الفرعونيه من خلال في أعين الألمان ومهم اللي يسمع عندك محاضرة غيقول أن الألمان يعني جزء من الثقافة الفرعونية أنا طرحت واحد السؤال قلت لهم دابا أنتم البحر الأبيض المتوسط هذه المؤسسات مزيان ولكن كيفاش يعني نركزوا على العلاقة ألمانيا مع الفراعنة وإحنا في الجزائر والمغرب عندنا الحدود مشدودة إحنا عندنا نفس الدين نفس اللغة نفس التاريخ نفس العقلية كل شيء مشترك قلت لي هذه المسائل السياسية ديالكم قلت لها أنا ما قلت لكش دحوا لنا المشكل السياسي أنا غير عملت واحد الملاحظة هذه المؤسسة إحنا واش خصنا نمشيو لألمانيا باش نتلاقاو بالجزائريين والتونسيين هذا ماشي إذا يعني الهوية الثقافية الأندلسية والتاريخ جزء مهم من هذيك إذا يجب أولا أن نطلع على التاريخ نتعرف على العلاقة بين هذا التاريخ كجزء من هذه الهوية وبعد ذلك يعني عادي يمكننا نأخذ المواقف السياسية أما يعني الاستغلال ولذلك أنا شخصيا هذه الجمعية هي جمعية ثقافية ماشي سياسية احنا عندنا متفقين مع الدكتور سردو في حلقه ديالو ماشي متفقين في واحده اخرى يعني انا مثلا ما خصني نرجع لاسبانيا ما خصني الجنسيه ديالهم
ما خصني يعطيوني باسبور اسبانيا، ما خصني يعترف لي اخوان كارلوس بشي حاجه. انا كندرس التاريخ والتاريخ هو اللي كيتكلم. هادشي اللي كاين. شكرا. شكرا للدكتور حبيب العبود على هذه المحاضره القيمه التي امتعنا بها كعادته في محاضراته السابقه. وإن كان الموضوع يتعلق بالثورة المونسكية الكبرى في 1562 فإنه جانبنا إلى جذور القضية، وبدون شك أعتقد أنها مدخل ومدخل هام بالنسبة للمحاضرات المقبلة لكي نعرف جذور القضية، لا تنحصر فقط في الفترة التي نحن بصددها ولكن ترجع إلى فترات سابقة، كما أنها لها تأثيرات فيما بعد، تأثيرات أخرى ما زلنا نعيشها اليوم.